تشهد مدينة العروي أدينية غيثمي سماد تشين قاع المخطط بفن الثعاوي من طرف صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله. نهار غيثمي سماد 36 حما نعاين من توقيع القاعية نكسي بعض لقطات بعد 36 أدينية نفر بعد كذلك بعض الأندية نير بعض حجان مزين تغطيان بالون نقاد تصاريح حنجان مزيان فاروا يعني الحنجان اللي جان فاروا الفندقة عبرا خشوا عون السن تجاه القاعة تشنيت صاحب الجلالة الملك السادس. كذلك نكسي بعض تصاريح الجهات المسؤولة بالقاعية من بينهم رينير مدير القاعة المخطط بيسن الفعاوي وكذلك ايثم السمار المفتش الرياضي الاقليمي جاء ديجن لقاء كيس 32 وش نرجو التصريح وباش هما هاد السن ميخفتوش القاعية وخاهم طور شي طاس ايثمي سما انا مابقاش نرجع الموضوع مغني خاطر كنيو صوت طاس مرة نتبع عندهم وكنيو جاك لقطة تصريحات اللاعبين والمدربين وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله سيدي الله ينصرو تسنى هاد القاعة وقاعة في المستوى دابا اللي خاص خاص الناس الناس المسؤولين في مدينة العروي بس فكروا باش يخلقوا يبقاوش محاصرين على كرة القدم مصغار بقاع خصهم يتجهوا رياضة أخرين اللي كنص عليها القانون الرياضي ديال كرة اليد كرة الطائرة كرة السلة وفئات كل الفئات بالأخص الإناث خصنا نطوروا هاد الرياضة الثلاثة في هاد المدينة لأن في الإقليم ديال الناظور الدراري عندهم كفاءة كبيرة في هاد الرياضة ناخذوا العبرة من فريق الهلال كرة اليد راه ممتاز فريق ديال إجري والسلة خصنا نحاولوا نتاجوا هاد الفرق الجول ناخذوا عندهم شي معلومات ونكونوا شي فرق هاد الشيء ديال كرة اليد كرة السلة حنا كأطر السوية حنا موجودين باش نساهموا بوقتنا بالكفاءة ديالنا باش عندنا واحد الفريق هنا في العروي هاد الرياضة يمكن العروي تعرف على الصعيد الوطني الى تنجح هاد الرياضة لان عنده امكانيات وعنده شباب نقص من الخارج على كرة القدم كرة القدم السلام عليكم. التسليم تاع صاحب الجلالة قاع المخطط وبالنسبة عودة كاين بالنسبة للرياضة في فنون الحرب كاين برامج جمعيات غادي تدير هنايا مباريات ولا طرب بوصات لأن عوض كيما تعرف عوض كانوا يمشيو للناظو يديروا طرب بوصات اليوم غادي سهلت عليهم القضية بقاو يجيو غير هنايا يديروا الطرب بوصات تاعهم وهذا كاع كاين داز يعني في إطار سياسة القوة اللي كتنهزها الوزارة ودارتها شي عرض ديالها. شكرا هذه القاعة مزيانة ضحكنا والمهم ربحنا مزيان لعبنا مزيان الحمد لله. واو عمرك شفتي بحال هذه القاعة ولا أول مرة كتشوف؟ لا شفتها في المدن الكبار بزاف مزيان. منين نتايا؟ أنا من مراكش وساكنة في العروي؟ أه وكيف كانت القاعة هذه؟ جاتني مزيانة بزاف عجبتني بزاف القاعة داروا لنا فاش نلعبوا فاش نديروا النشاط ديالنا حنا هاد النهار جينا دشينا هاد القاعة باللعب ديالنا وجات القاعة مزيانة دشينا جابت لنا محمد السادس. اها وكيف حسيتي باش لعبتي اليوم ملي لعبتي فيها باش حسيتي؟ مزيان يعني ما تزلق ما حرشة يعني رطبة مزيانة. اوكي وقريبة لداركم ولا بعيدة ولا؟ لا غير قريبة. إذا أنت عجبتك القاعة واللعب فيها؟ أوه وربحتوا بعدها ولا خسرتوا؟ ربحنا. أسيدي مبروك عليكم.
محمد بوعياش، كيف جاتك قاع المغطاط مدينة العلوي؟ مزيانة، فيها كلشي مزيان، كيف لعبوا ماشي بحصة ماشي بحصة مزيانة. جاتكم قريبة على المزيد تاعكم ولا بعيدة؟ قريبة، شنا وقت دابا كتستافدوا بهالقاع المغطاط خلال الوقت الفارغ نتاعكم دابا؟ كنستافدوا بها بزاف، كنلعبوا فيها الدوري والحضورات. قبل ما صاحب الجلالة يعطي الانطلاق لقاع المغطاط، فين كنتو كتمشيو كتلعبو؟ انا كنمشيو نلعبو في السوسيو. السوسيو هنا؟ السوسيو الرياضي. ديك قاع المغطاط دابا وفرات لكم داكشي اللي بغيتوه كنتو كتمناوه؟ واه وفرتنا بزاف الفوالح. المدير تاع قاع المغطاط كيف كتشوفوه؟ مزيان اللي معاكم القاع المغطاط مزيان معاكم؟ لعبتو اليوم هاد الشمس؟ اه لعبتو مزيان؟ ربحتو ولا خسرتو؟ ربحتو. وشو كي جاك بعدا كي جاتك القاعة مزيانة؟ مزيانة. واخا كنشكروك. المغطاط عجبني بزاف، يعني التصميم شان 2 ساعتين. ايوا كبير ولاد تعجبها من القاعة نهار؟ واط صباح ولاد صباح وطاس. واط اول مرة تيرا ديما ناوية؟ ها؟ اول مرة تيرا ديما ناوية؟ اه لا طبعا تيرا. طبعا تيرا من قبل. واش تحس من نهار خدمت تيرا مزيان؟ الفرحة. النشاط. نشاط. تيرا مليحة بعدا. مليحة.